متابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من منتصف الليل. كل سنة وانتم طيبين، يا رب العيد يلقاكم دائما بخير وعافية وانتم قريبين من بعض. حلقة اليوم لقاء خاص نبحر فيه مع فنانة أداء خطير، شخصية بتقدر تشوفها من خلال الأداء في الغنى، وببساطة شديدة بتقدر تنقلك من أرض الغناء السوداني إلى أراضي أخرى غير سودانية، وما بتحس بأنه هي دمجت ما بين الألوان اللي بتغنيها، ولا بتظهر حتى في أدائها ولا أي مفردة. والشكل ده من الأداء الغنائي بيتطلب قدرات خاصة جدا. إحنا سعيدين جدا إنه يكون معنا داخل الاستديو الأستاذة والفنانة لينا قاسم. مرحب بك. مساء الخير عليك ميسون، ومساء الخير على كل الناس اللي بتتابعنا، وقول لهم كل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة يا رب. لينا فنانة جات بشكل مختلف، وقدمت أعمال سودانية مسموعة وعندها أعمال الخاصة. إحنا حنبدأ بواحد من أغنياتك. طبعا الدنيا عيد لازم نسمع. أكيد أكيد. حنبدأ بأغنية عمل خاص اللي هو من كلمات الدكتور أحمد فرح شادول. ليه التحية وكل سنة هو طيب. هو بخير وصحة وسلامة يا رب. ومن ألحان دفع السيد سليمان. نعم. نسمع أغنية دمى زوجك. من كلمات الشاعر الكبير الدكتور أحمد فرح شادول، وأيضا ألحان دفع السيد سليمان. ليهم التحية، وهم دائما مجملين الساحة الغنائية، كل اسم كبير وعندهم إسهامات في الغناء، ليهم التحية. طبعا دفع السيد معروف انه هو فنان نخبة وبيلحن للمثقفين. أيوة. كل سنة هو طيب. نسمع لينا ونرجع نتواصل تاني. كونوا معنا. ولا انت دمى انت ولا
مرحبا بكم متابعي منتصف الليل، وأداء جميل لفنانة. العبارات دائما مرات لغة الكلام ما بتوصف المعاني، نقول جميلة كلفظ لمعاني كثيرة وكبيرة. مرحبا بك مرة أخرى لينا. أهلا بك ميسون، مساء الورد عليك. طبعا عادة أنا في حواراتي بحاول أهرب من السؤال التقليدي، بدايات الفنان شنو، لكن طبعا ما بنقدر نتجاوزها أكيد. فخلينا كمدخل لينا، النشأة والميلاد كانوا وين؟ والله أنا طبعا يعني اتولدت في السودان، بس عشت حياتي جزء كبير من حياتي خارج السودان، يعني في المملكة العربية السعودية. يعني فترة الابتدائية، الثانوي، الجامعة، دي كلها كانت برا السودان. يعني دي النشأة. في أي منطقة في السعودية؟ أنا في منطقة مدينة جدة. طبعا جدة هي قاعد نلقاها يعني مجتمع فيها السودان، حلقة وصلة يعني عبارة عن الخرطوم. نعم. مصغر كده. نعم. وما بتحسي فيها بغربة شديدة نهائي. عموما التحية لكل أهلنا في المملكة العربية السعودية، وتحية خاصة لكل أهلك وجيرانك الموجودين في مدينة جدة. بحييهم من هنا وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين. نعم. عادة الفنان بداياته بتكون مثلا من بالذات الأجيال الشابة دي، بداياتهم بتكون مثلا المدرسة والمناشط. أيوة. فهل بداياتك كانت من هنا؟ أكيد، يعني أنا بدايتي أصلا كانت من المدرسة. يعني لو كان في أي احتفال، في أي حاجة، في الإذاعة الصباحية، فكانوا طوالي بنادوني، حتى لو حاجة بسيطة بنادوا لينا لازم تقول نشيد. يعني وكمان بيخطوني أمام الأمر الواقع، يعني بقول لي أنت اللي في لك حاجة المهم قولي. يعني أنا ألحن وكله بس في اللحظة، في نفس ذات اللحظة الناس قاعدين. وبعدين كمان حتى في البيت مثلا الضيوف يقول مثلا نادوا لينا تغني مثلا. أيوة. بسمع كثير عبارة دي. ومن هناك كان البداية بتاعت لينا. أيوة دي فعلا كانت البداية. 200 لينا حست إنها هي فنانة وعايزة تقدم نفسها لجمهور، في أي مرحلة من مراحلك؟ والله طبعا المراحل كلها كانت تجارب خجولة، يعني كده ما خالص كده، لكن بقت احترافية بعد ما شاركت في برنامج المواهب العالمي. نعم. The Voice طبعا برنامج كبير، واتخاذ القرار فيه ما سهل انك انت يعني تنضم لبرنامج زي ده طبعا، وخصوصا انه احنا السودانيين مشاركتنا فيه ما كثيرة، والناس بتخاف من السلم السباعي والمشاركة به. طيب كلمينا عن المشاركة كيف كانت؟ والله طبعا انا البرنامج ده يعني كان حلم من احلامي ان انا اقف فيه، يعني نعم. ده من سنين طويلة. يعني ما تخيلت في يوم من الايام ان انا اقف في المسرح ده. بس انا بؤمن بحاجة اسمها طاقة الجذب، يعني نعم. انا سنين طويلة قاعدة افكر في انه انا في يوم من الايام حغني، بتخيل ان انا واقفة في المسرح معه، حتى بمثل قدام المراية ان انا واقفة قدام اللجنة حقيقة والله بجد. فبعد فترة كده لقيت نفسي بيتصلوا علي، يعني بعد ما قدمت شاركت من تقريبا كان الكاستينج في جدة. نعم. كان الكاستينج في مدينة جدة. أوه. يعني كان في اختبارات كثيرة، يعني لحد المرحلة اللي انت شفتها في التلفزيون دي. نعم. في قبلها 3 مراحل بيحصل منها تصفيات طيب تقييمك لمشاركتك شنو؟ والله مفيدة شديد، يعني مفيدة لي أنا شخصيا لحاجات كثيرة في شخصيتي. يعني إنه أول شيء خلاص اقتنحت إنه أنا بعرف أغني، إنه أنا صوتي حلو، لأنه أنا كنت بغني وما متأكدة. بتفتكري إنه الناس بيجاملوكي؟ أيوة بفتكر الناس بتجاملني وما كنت قايلة. فلما بعد ما مشيت خلاص يعني بقيت عارفة نفسي إنه أنا بعرف أغني وكده، بتديكي ذاتها كونفيدنت كده. طيب مشاركتك كانت بأغنية ما سودانية، اخترتيها كيف وليه؟ والله السؤال ده بتسأله كثير، انه بقول لي ليه ما غنيت السوداني؟ لا انا والله ما بقول لك ليه ما غنيتي، عارفة. يعني انا عايزة اعرف اخترتك، حتى لو كنت غنيتي سوداني كنت حاسألك من انه ليه الاغنية دي دون الاخريات؟ يلا انا لما جيت اخترتها، انا طبعا بغني عربي كنت بس الفترة دي، يعني ما كنت حتى بعرف اغني سوداني خالص نهائيا يعني. فبس شاركت بغنية لأم كلثوم. نعم. اللي هي يعني اللونية اللي أنا بارعة فيها. طبعا هي الغنى لأم كلثوم بيتطلب قدرات عالية، وإحنا نسمي على المشاهد ويشاهد معانا أغنية أبدا ألقاك.
أيوة. حنسمع مع بعض نعم. اللي هي كلمات الشاعر السوداني الهادي آدم أيوة. ولحن لها الموسيقى محمد عبد الوهاب أيوة. والهادي آدم طبعا اسم كبير شديد. ففي سبعينيات القرن الماضي قدم الأغنية دي وظهرت كأغنية كبيرة للسيدة أم كلثوم ولشاعر كبير ومجيد وحنسمع من صوتك طوالي. تحايا واحترام لكل اللي انضموا لمتابعتنا عبر منتصف الليل.
وكل سنة وانتم طيبين، متواصلين معاكم ومع الفنانة الجميلة لينا قاسم. والصوت أخذنا من المسارح السودانية، وانت غنيت لنا أغنية عمل خاص طبعا في البداية. أيوة. لمسرح الست أم كلثوم، وأداء رائع. والملاحظ انه انت بتحتفظ بشخصيتك في الغنى، يعني ما بتغني لأم كلثوم وكمان تقلدي أم كلثوم. انت عندك شخصيتك في كل الأغنيات، سواء كانت حقتك وسواء كانت أخرى يعني. أيوة. ودي حاجة مميزة شديد فيك، وعايزة أسألك منها، الزول اللي ما بيقرأ كويس منو هي لينا قاسم ممكن يصفك بالغرور؟ كثير بعاني من الحاجة دي، بعاني منها يعني، تجتني في جرح بجد يعني. أنا ما عارفة يعني، لو أنت لو مثلا كذا شخص من أشخاص من الناس يعني قالوا لك انت كده، انت بتبدا تراجع نفسك. فانا لقيت انه ممكن بس ما في سوء تفاهم، بس او رياكشنات والشيء بتديهم انه انا كده. نعم. لكن طبعا الحقيقه عشان مختلفه 180 درجه، انا بزعل. نعم. يعني بقول زول عاديه جدا بسيطه يعني، ما نعم. ما في شيء. او في فرق بين الثقه في النفس. أيوة. وبين الغرور. هي ممكن تكون ثقه في النفس. يعني انا عندي ثقه في نفسي كبيره شديد، لو ما عندي ما كان بقف بغني. الغنى والثقة دي صح. واحد اثنين يعني الـ ما غرور يعني. بس احنا طبعا لقيناكي، وقبل ما ندخل حوارنا ده عارفين شخصيتك، هي من الشخصيات اللطيفة جدا ورقيقة جدا وأنيقة قولا وفعلا. فاحنا تكلمنا عن تجربة The Voice، كمان من التجارب المهمة تجربة أغاني وغاني، لأن هي قدمتك بصورة رسمية للجمهور السوداني. تقييمك يعني للتجربة؟ تجربة جميلة جديدة يعني، تجربة جميلة جدا وإضافة حقيقية يعني لي من ناحية موسيقية أكاديمية. أنا بعتبرها زي الكورس مصغر يعني. أنا ما كنت بعرف أغني سوداني، أو بالأحرى ما قبل كده غنيت إيقاعات سودانية. يعني الأغاني السودانية الحافظة بالعدد يمكن 3 ولا 4 لو بالغته. ففي أغاني وغاني يعني كنا لمدة شهر إحنا بروفات يوميا يوميا يوميا. فلقيت نفسي شنو زي الكورس تعليمي يعني، طلعت منه بحاجات كثير. أنا ناسي لو ما التدريب الحصل لي ما كان قدرت أنا أغني سوداني بإحترافية. طيب نحن غنانا السوداني ده بيفتكروه إنه هو مثلا ما انتشر على انه هو سلم خماسي، وانت طبعا تجربتك الحقيقيه على السلم العربي السباعي. فهي طبعا يعني في فنانين كبار سبقوكي في تقييم التجربه دي، انه الخماسي ده ممكن ينتشر يعني. لكن هل واجهتك صعوبه في الانتقال من السباعي للخماسي والعكس؟ والله الصعوبه في انه اغني سوداني كانت في البدايه يعني، طبعا حاجة مختلفة. احنا مفروض نثبت معلومة انه الحاجة دي للنشأة، لانه انت نشأت فيه. ايوة. برضو بتفرق حقيقة يعني. انا بنشأ بسمع معين فجأة اجي اقلب المود. صح. فكانت في البداية حقيقة واجهتني صعوبة يعني في اللقاءات وكيف اخش اصلا اعمل شنو انا اصلا عارفة ذاته. فكانت في صعوبة، لكن مع الوقت بقت تمام. يعني الحكاية مشت. الفنان طبعا هو بيتأثر بالبيئة الموجود فيها. أكيد أكيد. وخلينا نقول إنه طفولتك كانت في المملكة العربية. أيوة. السعودية، فأنت يعني سماعك وشوفك كله في خلينا نقول كمان في الإطار الخليجي يعني. أيوة. وشوية على المدرسة المصرية يعني من التلفزيونات وغيرها. أكيد. فعشان كده إحنا بنقول إنه لينا هي ما ناكرة الغنى السوداني، لكن لأنه البيئة اللي عاشت فيها يعني. أنا مثلا قمت لقيت ناس بيتنا بيسمعوا الجابري، بيسمعوا مثلا الكاشف سرور، بسمعهم وبعرفهم. لكن انت لانه بحكم المدرسه يلا انا يعني ما مقاطعه لكلامك، بس حقيقه نشات في بيئه ما يعني كان قدامي ما في اغاني سودانيه يعني. احنا تلفزيوننا كان فيه 3 قنوات بس، قنوات عربيه. فانا اسمع وين اغاني سوداني. صحيح. ما يعني بعد فتره بديت ادخل في الموضوع. طيب غريب شديد. النقد طبعا، النقد معروف انه مدرسه اكاديميه وفي ناس بيدخلوا يدرسوا في الجامعه وعنده اشكال مختلفه. النقد كيف بتواجهه لينا؟
والله مرات بزعل ومرات بيكون عادي، يعني على حسب الكلام، لأنه أنا بكون بذلت مجهود شديد عشان أصل الحتة دي، فلما ألقى كلام مرات بي يعني بيأثر علي. زي شنو بزعلك يعني مثلا؟ زي كده ما بستمر أكتر من 20 دقيقة كده بعد يعني مثلا من الكلام الممكن يكون بزعلك إنه لينا مستلبة ثقافيا مثلا، إنه هي بتفضل تغني عربي على سوداني، حاجات كثيرة شديد. أفضل إنه ما نتكلم فيها عشان المود يعني بتاع الحلقة ما يقع، المود بتاع الحلقة يعني ما نخرب على الناس الغنى، ما في مشاكل. لكن شنو مثلا زي بيقول لك إنه إنتي بتغني عربي، ليه ما بتغني غنانة؟ طب غنانة أهو العربي طيب أهو أسي طيب ها غنانة أهو نسمع نحييك ما بتحيينا. فيها نوع من أنواع الدلع اللطيف. أيوة والعتاب الجميل، الحي جميلة شديد. تحية للبلابل، تحية ليهم، بحييهم من هنا وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين. ولا طليت.
شكرا لينا، شكرا على الأداء الرائع لرائعة البلاد اللي نحييك ما بتحيينا. وهم مدرسة كبيرة طبعا جدا، إرث سوداني حقيقي حيقعد عظيم. بما ان احنا سمعنا لواحده من اغنيات البلابل، عايزه اعرف لينا بتسمع لمنو من المغنيات السودانيات؟ والله انا اول ما بديت اسمع كنت بسمع للراحل عاش الفلاتيه، بحس يعني بحس اغانيها كده بسيطه سلسه بتنفع يعني. لسه ما دخلت لما ما تعمقت يعني، كنت بحب اسمع لها نعم كتير، اغانيها كلها يعني تقريبا انا حافظه لعائشه. طيب من الخير كمان من برضو كنت عايزه اسالك منها، لانه اللي بيسمع لعائشه الفلاتيه طوالي بيستصحب معاهم من الخير والرحمه والمغفره عليهم، هم برضو غنوا في زمن صعب، الاغنيه ما كانت فيها سهله والمجتمع ذاته ما بيتقبلها. انا حاجه اسال دخولك لعالم الغناء وتقبل الاسره له، لكن قبل ما نمشي للسؤال ده، منو من الفنانات الموجودات الان بتحسي انها هي في الطوب وانت بتسمعي ليها؟ ما حنزعل زول طبعا. والله طبعا هو كل زول في ماخذ تراك كده، انت ما بتقدري تقولي مثلا دي كده فنانتي المفضله، كل واحده بتغني لون مختلف عن الثانيه، فالمقارنه ظلم للاطراف كلها. لكن بيكون عندك القريب منك، القريب يعني قريب من اضاني بتسمعي ليها بتفتشي جديده؟ يعني بصراحه بحب مياده هدى، يعني قريبين يعني الوانهم، هم مدرستين مختلفات طبعا، مدرستين مختلفات، لكن يعني بحس اني مياله لهم كتلي اغانيهم. يعني احنا البنات عاده لما نكون قاعدين بنسمع مياده بنسمع هدى، نلقاها طوالي مشغلين الحياه دي حقيقه يعني. نعم. عموما التحيه لهم، احنا بنحييهم، هم جميلات جدا وانيقات زي ما قلت قول وفعل، بعدين اختاروا مدرسه حقتهم. لينا دخولك لمجال الفن، هل واجهته أي نوع من أنواع الصعوبات؟ والله للآن هي ما في صعوبات، الصعوبات دي بحس للأسرة. الناس بتخلقها هي من نفسها يعني، هو الإنسان براو بيخط صعوبات لنفسه، بيخط حاجات من خياله، لكن يعني طالما أنت عندك هدف عندك حاجة وحوالينك ناس بيساعدوك فيه بتمشي. طيب كيف ناس البيت تقبلوا الفكرة؟ والله ناس البيت في البداية شوية كده، لكن مع الوقت خلاص هم لأنه عارفين يعني، عارفين أنا شنو حياة كثيرة يعني، فبالعكس لقيت منهم عارفين تشجيع. إنه لينا ما بتخاف عليها. أيوه لقيت منهم تشجيع كبير شديد، وبنبسط لما ألقى تشجيع منهم أكثر من الناس الغريبة. طيب الطريق عموما الفنانين سواء كانوا رجال او نساء بيتكلموا انه درب الفن صعيب، خلاص اي درب صعيب، ما درب الرياضه درب الفن. اي كله صعب بالمناسبه يعني، اي مجال فيه صعوبات، مجالكم الاعلامي فيه، مجال الغنى فيه، الطب فيه، الهندسه فيه، يعني اي حاجه فيها. ما حسيتي بانه انت في لحظه عايزه توقفي؟ غلبك تحتملي الحاصل من اشياء بتظهر لك يا. والله لا لسه ما، ولا حاسه انه رسالتك دي اقوى من انه يوقف عليك عراقيل بتاعها؟ وبعدين زي ما قلت لك كل واحد بيختار التراك الماشي بيه، انت بتختار طريق معين دايره سلس بيكون سلس، دايره فيه مشاكل بتجيب لنفسك انت المشاكل، الطريقه ذاتها بتاعت التعامل مع الناس حاجات كثيره. اي نعم انا شويه اخلاقي ضيقه، لكن بالعكس والله احنا والله ما شفنا غير كله خير منك بالعكس، لكن في حتات كده بكون شنو، لا برجع بكون لازم. صحيح، خصوصا انه انت بتغني لمتلقي غادي يكونوا ما بيشبهوا بعض ولا جايين من بيئات واحده، دي المشكلة. فلازم انت تقوم تخلي صدرك واسع وتحتمل كل شيء. نحن سمعنا لينا وهي بتغني للبلابل، وحنسمع ليكي بعد شويه وانت بتغني لمصطفى سيد احمد. أيوة. اختيارك لغنى الكبار او السبقوك او الغنى المسموع، كيف بتختار الاغنيات؟ والله يعني بختار الغنى اللي بحسه اولا يعني، ما بحب اغني اداء واجب، ما بحب اسمع زي ما بقولوا، لازم الغنية اتعايش معاه، هسه زي سافر اي اغنية انا غنيتها اتعايشت معاه فترة ما اقل من 4 شهور 5 شهور تلقيني بسمع فيها طوالي.
يعني ما في أغاني وليدة لحظة. نعم. طيب مرات كثيرة بيلوموا على الفنانين الشباب لما يغنوا اللي سبقوهم إنه الفنان ممكن يلعب في اللحن، يتقلوا شوية يزيدوا شوية شوية، يعمل كسرة في التركيبة اللحنية، فهل واجهتك الأشكال دي من الانتقادات؟ والله كثير طبعاً، لأن أنا طلعت أصلاً أعمال زي تخاصم يوم وزي حبيبي أنا عيان وحاجات كثيرة. صحيح. كان فيها تغيير، لكن الجيل الحالي عاوز كده، يعني أنت لازم ترتقي لمسامعهم، تعمل حاجة تجديد عشان هم ذاتهم يسمعوا الفن ده، وبالعكس زي كأنه ما بتعيد في تسويق الأغنية. بالضبط كده، مع الاحتفاظ باللحن الأساسي، الميلودية ما تتغير، يعني أنت تكوني بتغني باللحن ذاته الأساسي، لا مانع من تغيير الإيقاع. الإيقاع صح. ممكن يكون بيتشكل بشكل تاني عشان يكون مستساغ للجيل الجديد، لأنهم ما بيسمعوا أغاني قديمة. نعم. والآن في قبول لشكل الأغنيات اللي أنت بتقدميها، وصوتك ما شاء الله انتشر في فترة وجيزة جدا، وعندك محطات كثيرة. خلونا نجيب في محطة مصطفى سيد أحمد له رحمه والمغفرة، واخترت لنا سافر. سافر سافر مطارات الوداع. نعم مصطفى، هي مصطفى سيد أحمد مدرسة كبيرة، وأي فنان لازم يقف عند التجربة دي، ما بالضرورة بس يأدي منها، يعني يدرسها لأنها حالة إنسانية سودانية خالصة جداً. الفن أيوة. الرسالي. نحن هنسمع سافر أوكي. ونرجع نتواصل معك لينا.
السفر مع مصطفى سيد أحمد ومع قاسمة بزيد من خلال صوت الفنانة الشابة لينا، يعني عالم آخر وأداء بشكل بيشبهها هي. نحن سعيدين إنه نحن متواصلين معاك في هذا اللقاء. والله أنا الأسعد، مستمتعة جدا يعني بالأجواء وبالغنى وبالجو العام رغم التعب. رغم التعب نعم. عموما الفنان هو مطالب بمزيد من الجهد، يعني طبعا خصوصا انه نحن من خلال لقائنا معك فهمنا انه لينا فنانه رساليه بتتعامل مع الفن، ما هو بس مجرد حفلات وعدادات، يعني بس من خلالها يعني يكون عندك عائد مادي ومجرد شهره. لينا عايزه تخط اسمها بالضبط. الحاجه دي مرهقه بالمناسبه شديد. وانت بتدفعي في ثمنها، خصوصا انه انت ما خدت لنفسك قيمه ماديه. انا ما عايزه اسالك من عداتك كم لكن عايزه اسالك عسى جاي لا والله ما حاسالك منه، يعني مرات احنا في مجال التقديم كثير بنتقاطع مع الصحافه في السؤال الواضح، يعني أيوة. انا كان ممكن اقول لك عدادك كم يعني لكن ما حاسالك. الدنيا عيد، الدنيا عيد، حياه حلوه. ايوه كل سنه وانت طيبه. وانت بخير. لينا مشروعك شنو القادم؟ والله مشروعي القادم يعني انه الغنية السودانية ذاتها تصل للعالمية. يعني الموضوع ما صعب لانه عندنا ألحان جميلة جدا وحاجات يعني مختلفة. نعم. إيقاعات موسيقية مختلفة. نعم. فدي كل حاجات احنا ما استغليناها. نعم. خصوصا انه انت عندك اعجاب بإيقاع هن في الغرب، الجراري والمردوم والعوال العالم دي. نعم شديد. نتوقع انه يكون عندك حاجه من اللونيه دي؟ والله انا طبعا يعني بغني اي حاجه، يعني اي ايقاع بحبه، اي غنى بلمسني بحسه اولا. نعم. بغنيه مهما كان هو شنو، وطبعا بس احسه اول. احنا ما بنقدر نقول دي مغامره لانه انت خلاص المغامره دي تجاوزتيها. انت لما نطلب منك تغني في مسرح عربي وغنيتي وتم تقييم ادائك واحنا شفناه من خلال الاغنيات وحنسمعه لسه في اغنيه اخيره.
كمان لما جيتي للمدرسة السودانية وسلمنا الخماسي أديتي أداء ممتاز، أيوة ونحن بنتمنى لكي مستقبل جميل ورسالة مهمة، لأنه إحنا فعلا بنهتم بالفنان الرسالي، لأنه الغنى ما مجرد أداء ومسرح وناس بتصفق، لأنه الأغنية دي عبارة عن ذاكرة فيها الموجود في المجتمع، سواء كان جوانب اقتصادية اجتماعية طبعاً طبعاً كله. لازم تناقشي، يعني الفن عبارة عن زي ما قلتي رسالة، صحيح. يعني أنا لازم أغني حاجة يعني رسالة بخاطب المجتمع، أنا في النهاية بغني للمستمع، ففي حاجات كثيرة يعني تحصل. نعم، عموماً خلينا نقول أنت غنيتي من المدرسة المصرية في الحلقة دي، غداً ألقاك، هي مدرسة مصرية سودانية. ايوه اي بشهادة اي مدرسه حقتنا دي سودانيه مصريه، لكن السلم سباعي طبعا طبعا. وبعدين في زي منافسه ما بين المدرسه المصريه والمدرسه الشاميه في الوطن العربي، سواء كان في الدراما او في الغنى. حقيقة منافسة شرسة. اي، وبعدين رغم انهم هم بيبانوا لنا انه لا والله في فنانين من ارض الشام مثلا، من لبنان او من سوريا، بيجوا مصر او العكس يعني، لكن في منافسة شرسة جدا. والحاجة دي تخيلي كويسة، كويسة شديد. أي الناس دي بيتنافسوا بيطلعوا حاجات حلوة، يعني كل ما هم يتنافسوا ويتزاعلوا مع بعض، كل ما نحن نسمع فن ونسمع حاجات حلوة. المميز في غنانا السوداني ده ان احنا ما محتاجين ننافس دولة أخرى، لأنه نحن عبارة عن تعدد ثقافي طبعا برانا خطير، زي ما بيقولوا دولة غايمة بذاتها. أيوة، يعني أنت لما تمشي الشريك بتلقى إيقاعات مختلفة، ما إيقاع واحد. أيوة، تمشي الغرب بتلقى إيقاعات مختلفة طبعاً. وحتى الشمال يعني الإيقاعات فيه حي جميل مختلفة، والجنوب ومرتبطة بأشياء كثيرة، يعني زي مثلا نحن لما نتكلم عن مثلا الكمبلة، الناس بتفتكرها رقصة وغنية، لكن هي سيبر وهي أيوة يعني عندها أصل ثقافي. أيوة، عشان خاصة بحاجة روتين معين هم بيقوموا به أثناء الغنية دي، يعني حاجات طيب كثيرة. تفتكري من وجهة نظرك وتجربتك المهمة، لأنها هي لامة كل يعني غنى المنطقة اللي هي منطقة الشرق الأوسط، تفتكري الأغنية السودانية ليه ما تسوقت للخارج؟ ليه ما وصلت متلقي غير السوداني إلا مبادرات بسيطة؟ والله هو العيب ما في الغنى السوداني ولا شكل السلم الخماسي زي ما الناس بتقول إنه ما بحب غنانا، لا. الموضوع موضوع بتاع ماركتينج، تسويق. يعني هسي الخليجيين بيسمعوا سوداني، بيغنوا في الحفلات هناك. أيوه، في أعراسهم بيغنوا صحيح. سوداني عندنا التراث بتاعت كده كده، ما في ماركتينج. أيوه، يعني أنا ليه طب ما أشيل أغنية سودانية أغناها في مسرح في مصر، أغناها في أي حتة، أقدم نفسي يعني مثلا طلعت لقاء أغني فيه سوداني، حاجات زي دي يعني، دي كلها تسويق. التقصير من الفنانين نفسهم ومن المؤسسات مثلا الإعلامية. أيوه، السودانية، ولا في مشكلة عند لا هو بس في الناس منغلقة على نفسها، فاهمة إنه الغنى ده ما في زول بيستوعبه، بالعكس. لأنه الأغنية السودانية منتشرة في إفريقيا، منتشرة كثير والناس بيسمعونا يعني مثلا، وحتى ما في مشتركات لغوية بيناتنا، مثلا الإثيوبيين بيسمعوا هسه الغنى الإثيوبي ده بيتغنى في مسارح عالمية. صحيح، بإيقاعاتنا اللي هي التراديشنال بتاعتهم دي بيتغنى. السوداني ذاته في يوم من الايام كان بيتغنى. طيب ممكن المشكله ممكن تكون في التواضع، احنا متواضعين اكثر من اللازم في طرح نفسنا ثقافيا على المشددين. ما هو طالع ده رايك طبعا. اي راي مسؤوله منه. في تشدد كده حرفيا يعني. هسي انا مثلا بغني عربي، في ناس بتقول لي انت ليه؟ طيب يا جماعه دي هوايه، يعني حاجه انا بحبها عشان اسوق نفسي عربيا، بغني لهم حاجاتهم وبعدين ممكن اجي اغني لهم الغنى السوداني. بالضبط، ما معنى هيسمعوني يعني، لانه بيعرفوني من خلال غناهم. ما معناه انه الواحد يعني منخرط من بلده او ما عنده هويه او كده، لا بالعكس، طالما ربنا اداك موهبه اداك حاجه ليه ما تقولها يعني. نعم، بدون تشدد. نحن الحوار معاك قيم جدا يا لينا، لكن وصلنا خلاص لخواتيم اللقاء، فبنتمنى انه مشاريعك القادمه تكون برضو مستهدفه مستمع غير السوداني. اكيد يعني اكيد مشاريع إن شاء الله. خاصه اكيد اكيد هو في اصلا يعني. نعم، انا شغاله على الموضوع ده. نعم، انه يكون، اتمنى انه يرى النور قريبا ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. قبل انا قلت المنافسه ما بين المدرسه المصريه والشوام المنافسه قويه. احنا بنشكرك لحضورك،
وحنمشي لأرض الشام من خلال أغنياتنا الأخيرة. وبنتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك يا لينا. تسلم يا ميسون كالعافية. وبحب يعني أقول للمشاهدين إن شاء الله تستمتعوا بالسهرة الجميلة دي. كل سنة وأنتم طيبين للمرة الثانية. وأنت طيبة لينا. نحن وصلنا معاكم متابعينا لختام هذه الحلقة من منتصف الليل، وحيكون الختام بأغنية الرحابنة حبيتك بالصيف للفنانة فيروز بصوت الفنانة الجميلة ضيفتنا نورتنا من خلال هذه السهرة لينا قاسم. تقبلوا تحياتي.